والله الخيل الحب غير عادي. أنا وردت عن طريق بوي وتعلمت من بوي، واللي علم اللي بوي علمت أنا. الحصان وين يبدأ مرتاح نبدأني مرتاح، كان متعشاش أنا متعشاش، كان هو مريض أنا مريض كيفة. ولهذا يبدأ الحصان جو سمح يبدأ جو سمح. وعشق الخيل عشق غير عادي، مش عادي بكرة عشق الخيل. والله برنامج الخيل علمنا لأولادنا وورتنا لشبابنا، وكان نقوا الشباب كلهم يمشوا للخيل، إن هذه هواية وما فيهاش عيب مذكورة في القرآن. نظم الخيل، نحبوا الخيل تكون متناسقة متنظمة، وعندنا نحطوا لها السلز ونلبسوا حنيها أفضل الملابس، ونحبوها تكون إنها زي واحد الخيل والفرسان. وعندنا إحنا في الشارع أهم شيء اللي هي يكون متناسق لبعضه من عقد صف واحد، كان حصان واحد.